فضيلة الشيخ، وردنا سؤال لأحد الإخوة يقول: هل الإيمان حسي أم معنوي؟ وكيف يتذوق الإنسان حلاوة الإيمان مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإيمان عقيدة في القلب، عقيدة في القلب، وهو أمر معنوي لأنه من أعمال القلوب. نعم، وهو أيضا يظهر على اللسان وعلى الجوارح، ولهذا قال العلماء في تعريفه: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان. وأما أن العبد يجد حلاوة الإيمان، نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فإذا بلغ العبد هذه المرتبة وجد حلاوة الإيمان ووجد طعم الإيمان، واستقر الإيمان في قلبه وتلذذ به وانصبغ به، وصار الإيمان لباسا له وهو خير لباس. قال الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. والتقوى كلمة جامعة تشمل الإيمان والإسلام والإحسان وكل مراتب الدين. نعم.